بهرت بالإمكانيات المتاحة والتي سخرتها لنا القيادة، بهرت بالمواقع أو لاعب التدريب. أيضاً ما بهرني أكثر هو الروح المعنوية العالية اللي عند اللاعبين، الذي فعلاً تشعر فيهم أن هنالك حماس وعندهم يعني الرغبة لإبراز مكانتهم باسم المملكة العربية السعودية يلعبون فيها في دول أجنبية. حظيظين فعلاً أنه يكونون في هذا المكان، أهنئهم على كل النجاحات التي تمت منذ مشاركتي لهم من اليوم الأول إلى هذا اليوم، وأتمنى لهم دائماً التوفيق من الله سبحانه وتعالى.